مجال الدين. والسياسة هذه للأسف الشديد خلت انطباع لدى عامة الناس على أن الدولة عندها مشكلة مع الدين، وهالانطباع هذا قاعدين يستثمروا فيه الإرهابيين، يستثمروا في هالإحساس أن الدولة فعلا بالخروقات اللي تعملت وبأخذ الشباب من أمام المساجد في النظام السابق خلات هالانطباع هذا للأسف يتوسع. والناس هذوما رغم اللي علمنا واقتناعنا أنه ما عندهمش علاقة بالدين، وكل الأحداث اللي تجي قاعدة تزيد تأكدنا الانطباع هذا، هالإرهابيين هذم اللي ما همش أولاد المساجد، ما همش من حفاظ القرآن. أنا البارح فقط في وسائل الإعلام ذكروا أنه أحد الإرهابيين في البحث معاه في تفجيرات باريس يقول بالحرف مو لو كوران جو مون باس سكي مانتغاس سو لو جيهاد. وهذا مش فقط في مفجري باريس، سمعنا أنه أحد اثنين من اللي فجروا أنفسهم، ولا واحد منهم هارب والآخر فجر نفسه، إلى حد يوم 5 نوفمبر من هذا الشهر عندهم خمارة في بروكسل معناها أغلقت فقط نهار 5 نوفمبر، يعني هذا الشهر في بداية هذا الشهر في قبل بشهر كانوا يتمعشوا من خمارة في بروكسل. نعرفوا السيد اللي قام بالجريمة النكراء تاع سوسة ما كانش مسجل في ملة قرآنية، وما كانش معروف عليه من رواد المساجد، كان مسجل في نادي للرقص. مش معنى ذلك أنه اللي سجلوا في نوادي الرقص هما إرهابيين، ولكن باش نعرفوا أنه الناس هذوما ما همش أبناء المساجد، ما همش الناس اللي ثناوا ركايبهم من عشرات السنين وتربى وتربية إسلامية.